اشتهرت شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عند الشيعة في ثلاثة أقوال. تاريخ فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كما هو الحال في تاريخ أئمة أهل البيت يكتنفه الكثير من الغموض، والسبب في هذا أن تاريخ الأمة الإسلامية تاريخ حكام وليس تاريخ شعوب. ما يروق للحاكم وما يتماشى مع ذوق الحاكم وهو الحاكم يدون في التاريخ، وما يتعارض مع مزاج الحاكم لا يمكن لمؤرخ أن يدون هذا المضمون، ولذلك طمست الكثير من الحقائق في تاريخ الأمة الإسلامية. يظهر أن تاريخ أهل البيت اعتمد على الذاكرة من قبل الشيعة ودون فيما بعد، وبالذاكرة من الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد طمست الكثير من الحقائق، لأن لم يتمكن كاتب أن يدون تاريخ مبرمج مكتوب ينزل إلى الساحة إلى ما يسمى بزعماء المعارضة في ذاك اليوم. ثم أن استشهاد فاطمة الزهراء يكتنفه الغموض لأنه يشكل الحجر الأساس في ظلامات أهل البيت، منه تتشعب كل الظلامات. الآن أنت لو أسألك سؤال، أدنى رجل كبير عمره 80 سنة، من يجينا خبر الآن تليفون يقولون فلان مات، شنو يكون رد الفعل؟ طب إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الله لا يفجع الناس بعزيز. آمين. لو يجي خبر الشباب عمره 19 عام يقولون مات، رد الفعل بدل إنا لله راح نقول شلون مات؟ طلق ناري، صاعق كهربائي، دهس بسيارة، لازم أكو فرد شيء، لازم أكو سبب، فنسأل شلون مات. طيب يا سيد 17 عام اعطونا سبب الوفاة، هل هي شيخوخة؟ هي في عمر الورد، هل تعرضت لضربة؟ لازم أكو فرد شيء أدى للوفاة، لأننا لم يروي لنا التاريخ أن فاطمة اعتلت سلام الله عليها، إذن هناك أسباب لوفاتها، لكن يكتنف هذه الأسباب كثير من الغموض لأنه كانت تشكل دعامة في المعارضة أو زعامة المعارضة في ذاك اليوم. أكو هناك روايات معروفة عندنا عند أهل العلم يقولون أن شيخ جعفر كاشف الغطاء، هذا الرجل تبادر لذهنه فد شيء، شعر بشيء من التقصير تجاه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بأنه إحنا ليش شيعتها ما نعرف وفاتها متى؟ 8 ربيع ثاني و13 جماد الأولى و3 جماد الثاني، فكون أنا أحمل الأمة على وفاة واحدة. دقق، بدأ بالتحقيق شيخ جعفر، شرع بهذا المشروع، كاد أن يعلن للناس بوفاة واحدة يحمل الأمة عليها. جت زوجته قالت له شنو عندك مع فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ البارحة اجت بالمنام يقول لي للشيخ خل يصرف النظر عن هذا المشروع. لما يستكثر علي أن أذكر 3 مرات في السنة؟ أنا مظلومة ومضطهدة، وخلي استحقاقاتي تظهر. إذن هاي النتيجة، هاي التعددية يظهر بها مصلحة حتى تبقى، فوالله لا تمحو ذكرى.